بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج آدم وحواء. الحقيقة النهاردة هنتكلم على العشرة بين الزوجين. والحقيقة موضوع العشرة يعني أسباب كتير خلتني أتكلم عليه. والحقيقة أنا في انتظار تليفوناتكم، استفساراتكم عن الموضوع ده اللي الحقيقة يهمنا كلنا. عايزين في الأول نقول يعني إيه العشرة؟ يعني إيه العشرة بين الزوجين؟ مين اللي بيهون عليه العشرة؟ يا ترى الراجل ولا الست؟ يعني إيه العشرة الطيبة؟ ازاي نتغلب على مشكلتنا عشان ما نبقاش سيئي العشرة مع بعض؟ امتى هيكون عندنا هذا الفن اللي احنا بنجيد فيه التعامل مع المرأة عشان تبقى العشرة اللي ما بيننا عشرة قوية؟ ايه اللي بيخلينا بعد سنين معينة نبيع كل حاجة وننفصل؟ هذا الرباط المقدس اللي الحقيقة بيجمعنا لفترة معينة وبعد كده بنبيع كل حاجة، بننسى كل حاجة، وكل واحد بيروح لحاله. فين العشرة؟ فين العشرة اللي بتخلينا نبقى عندنا حياء؟ حياء ان احنا نتصرف تصرف غير سوي مع الطرف التاني. احنا قبل الـ يعني في كلامنا دايما بنحب نقول طيب احنا ايه اللي بيخلي ان العشرة تبقى موجودة او العلاقة تبقى موجودة والعلاقة تبقى متكافئة ومرة واحدة الحال بيتبدل؟ ليه بنوصل لهذه المرحلة المهينة؟ هل ده للأسف حاجة احنا ما كناش نعرفها، ما كناش مدركين ان هذا الشخص مش هيصون العشرة؟ الحقيقة موضوع في منتهى الخطورة، وموضوع الحقيقة الواحد بيبقى بيتكلم فيه وهو صعبان عليه ان بعد 10 سنين احنا بنبيع العشرة وكل واحد بيروح لحاله وبتهون علينا العشرة. احدى السيدات الفضليات الحقيقة تأثرت بيها جدا وقالت لي قصة لطيفة خالص. هذه السيدة عندها 52 سنة وربت أولادها أحسن تربية. هي الحقيقة عندها بنوتة واحدة، ربنا يحميها ويحرسها. قالت لي أنا اتخطبت سنة واتجوزت سنتين وزوجي توفى. من بعده مش شايفة حاجة في الدنيا خالص غير بنتي. عمري ما فكرت في أي حاجة. قلت لها ليه؟ القوة دي انت جايباها منين؟ المحبة دي انت جايباها منين؟ الذكرى الطيبة انت جايباها منين؟ قعدت تحكي لي حاجات عن حسن المعاملة، وحسن المعاملة دي في سنتين زواج فقط. قد ايه هذا الزوج كان بيحسن او بيبقى حسن المعاملة داخل البيت؟ قد ايه عمره ما علا صوته عليها؟ قد ايه كان متفاهم جدا معاها؟ قد ايه عمره ما زعلها؟ عمره ما نايمها في يوم زعلانة؟ قد ايه كان بيلبي كل حاجة؟ تقولي لو هو بره البيت وانا تعبت اتخبطت كان يكلمني ويحس بيا ويقول لي مالك. ما اعظم هذه العلاقة.
ما أعظم هذا الحب، ما أعظم هذا الارتباط. لكن احنا دلوقتي أسهل حاجة عندنا إن احنا بنبيع، أسهل حاجة العلاقات السيئة بين الأزواج، العلاقة اللي احنا بنقول عليها إن مفيش أي حاجة أو أي عشرة ممكنة. يعني هل دي العشرة اللي هتدوم؟ واحد سألني سؤال لطيف، قال لي هو الحب بيجي بعد الجواز ولا قبل الجواز؟ يعني هل العشرة الطيبة ما بين الاتنين بتخلي الاتنين يتعلقوا مع بعض أو بيتعلقوا ببعض، وبتخلي الرباط أو الرباط اللي ما بينهم ده على درجة من المتانة والقوة؟ الحقيقة العلاقة الزوجية هي علاقة أزلية، علاقة أزلية بتربط الطرفين ببعض. الحقيقة فيها اختلافات وفيها تشابهات. التشابهات بتخلينا دايما متوافقين مع بعض، يعني التشابه اللي ما بين الصفات ما بين الزوج والزوجة بتخلي أو بتعمل نوع من أنواع التوافق. أما الاختلاف فهو بيعمل نوع من أنواع التكامل، بيعمل نوع من أنواع التكامل. خلينا نبسط الكلام ده عشان المشاهدين يفهمونا عايزين نقول ايه. لما اقول ان في زوج عصبي، هل لو اتجوز زوجة عصبية هل هذا الزواج هيستمر؟ ما يستمرش. عشان كده بنقول هنا لما يبقى في اختلاف، يعني الزوج عصبي والزوجة مش عصبية، من هنا بيجي مين؟ فهي بتستحمله، بتستحمل عصبيته، وممكن عصبية تبقى زيادة عن اللزوم ونبتدي نشتكي لكن ازاي نسيطر؟ طيب خلينا ناخد اول اتصال معنا. السلام عليكم. الله وبركاته. اهلا وسهلا يا استاذنا. استاذ دكتور محمد، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. ده اتفضل يا فندم، تحت امرك. امر الله. انا بس بعد اذن حضرتك، انا عارف ان الحلقه بتتكلم عن العشره بين الازواج. تمام يا فندم. بس انا بعد اذنك انا عندي مشكله، واحب حضرتك يعني بعد اذنك توضحها. اوامر يا فندم، اوامر، تحت امرك. العشره احنا مبدئيا كده مبسوطين باتصال حضرتك، يعني ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. العشره بين الاخوات، احنا ثلاث اخوات ولاد. للاسف بيحصل مشاكل كتير قوي، للاسف كلها ماديات يعني يا دكتور. للاسف مفيش حد بيراعي العشره خالص. تمام يا فندم. للاسف عشان الماديات، وبنخش يعني للاسف يعني للاسف دخلنا المحاكم. مفيش حد بيراعي العشره خالص. وللأسف أنا أخوهم الصغير، يعني هم الكبار هم اللي دخلوا المحاكم، وللأسف أنا الصغير، وأنا اللي بكلم حضرتك وبلجأ لحضرتك. يعني أنا مش عارف أعمل إيه، ومش قادر أتخيل إن أنا أقف قدام أخويا في المحكمة. ده سؤالي لحضرتك، وأحب أسمع رأي حضرتك في الكلام ده. الفرق بينكم كام سنة يا أستاذ بيومي، صح كده؟ تمام كده. تمام يا فندم. الفرق بينكم كام سنه يا فندم؟ احنا ثلاثه وانا الصغير. الاعمار يا فندم، الاعمار كام سنه؟ الاعمار 30 34 40. تمام يا فندم، تمام. المشاكل دي بقى لها قد ايه يا فندم؟ المشاكل للاسف بقى لها يعني داخل على 3 سنين كده، الحمد لله. تمام يا فندم، انا بشكرك يا فندم وهرد على حضرتك. يعني معنا اتصال تاني. استاذ محمد، السلام عليكم. ايوه دكتور، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اهلا بحضرتك. ايوه دكتور، اهلا بيك يا فندم. ايوه دكتور، اتفضل يا فندم. دلوقتي يا فندم المطلب في البرنامج هذا محول. ايوه فندم. دلوقتي يا فندم انا ومراتي. ايوه فندم. بس يا ريت تحل لنا مشكلتنا يا دكتور، يا ريت تبذل قصارى جهدك وتكثف كل الجهود والوسائل المتاحه في سبيل حل المشكله دي. عيني يا فندم، عيني. اتفضل يا فندم. دلوقتي يا دكتور انا ومراتي مش مرتاحين مع بعض خالص، مش مبسوطين خالص مع بعض. ايه السبب يا فندم؟ السبب يا فندم ان هي عناديه وعصبيه من الدرجه الاولى. انها عناديه وعصبيه يا فندم بكل ما تحمله الكلمه، عناديه وعصبيه جدا جدا لدرجه ان انا بكرهها جدا. لدرجه العند والعصبيه اللي هي فيها ان انا بكرهها جدا. حضرتك متزوج بقالك كام سنه يا فندم؟ استاذ محمد. ايوه دكتور. حضرتك متزوج بقالك كام سنه يا فندم؟ 3 يا فندم. 3 سنين. عند حضرتك اولاد؟ ايوه يا فندم عندي. تمام يا فندم.
اللي عنده العصبيه. عنده عصبيه في الكلام ابدا. تمام يا فندم. هل هي بتلبي؟ يا ريت يا دكتور، يا ريت تبعت لها رسائل وصواريخ، يا ريت تبعت لها رسائل من نار يا دكتور، رسائل من نار لمراتي انها تسمع الكلام، ما تبقاش عناديه، ما تبقاش عصبيه، عشان الحياه تكون مستقره. الحياه مش مستقره خالص ومفيش راحه بال ابدا. تسمح لي اسال حضرتك سؤال يا استاذ محمد؟ اتفضل يا دكتور. هل هي بتلبي حاجاتك داخل البيت؟ يعني الحاجات المنزليه كل حاجه، بس مش بحب، مش بحب يا فندم. بتلبيها، بتعمل مثلا الاكل بواسطه لها من البيت، بس مش بحب. والصلاه يا دكتور، بالصلاه يا دكتور ازاي هيبقى فيه بركه؟ انا عايز، انا عايز بعد اذنك اعلن صلي بس على حبيبك النبي كده وتسمعنا. عليه افضل الصلاه والسلام يا فندم. دلوقتي يا دكتور ازاي هيكون فيه بركه في البيت؟ هيكون فيه بركه في البيت ازاي وهي ما بتصليش خالص؟ انا اصرف بتصلي بالعافيه. يا بنتي اتوضي كويس بما يرضي الله وصلي كويس. تقول لك هو انت اللي هتحاسبني؟ هو انت كده؟ فانت يا ريت يا دكتور مش مبسوط خالص، مش سعيد ابدا. هل المدام عند حضرتك فنم، هل هي بتعمل ولا هي ست بيت؟ لا يا فندم. ست بيت يعني. تمام يا فندم؟ اه تمام يا فندم. المؤهل بتاع حضرتك ايه يا فندم؟ يعني حضرتك مؤهل عالي، مؤهل متوسط؟ تمام يا فندم. والمؤهل بتاع المدام ايه يا فندم؟ الشهادة بتاعتها ايه؟ برضه مؤهل متوسط ولا مؤهل عالي؟ أنا مش سامع يا فندم. أستاذ محمد؟ طيب أنا مش سامع أستاذ محمد، بس أنا يعني هرد عليه. حاضر. شكرا أستاذ محمد على اتصالك وأنا هرد على حضرتك. طيب أول حاجة أنا بس عايز أرد على الأستاذ بيومي. الحقيقة الأستاذ بيومي يعني أنا بحييه إن هو في آخر المكالمة قال أه الحمد لله، الحمد لله. ثلاث سنين الحمد لله. طبعا العشرة ما بين الإخوات طبعا يعني في مشاكل، طبعا مشاكل المادية، وللأسف احنا بنسمع المشاكل دي للأسف كتير جدا 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 جدا. الحقيقة احنا لما بنتكلم النهاردة على العشرة بين الأزواج، لو العشرة دي طيبة بالتالي ده هيرجع على الولاد، هيرجع على التربية. لو في مشاكل في العلاقة ما بين الأزواج بالتالي ده هينعكس برضو على الأولاد. من هنا لازم نتعلم حاجة معينة، كل ما العشرة تبقى طيبة وتبقى ظاهرة للولاد العلاقة هتبقى بينهم سوية وهم هيطلعوا أسوياء. وللأسف الموضوع ده هيختلف لو في مشاكل معينة ما بين الأزواج أو في خلافات معينة ما بين الأزواج. الحاجة التانية التربية. التربية ممكن يبقى الزوجين في مشاكل وبيتبعوا سياسة الغرف المغلقة، بس هما للأسف ما بيراعوش التربية السليمة أو التربية الإيجابية لولادهم. والعكس تماما، ممكن يبقى عندهم مشاكل وبيتبعوا سياسة الغرف المغلقة برضو، وفي نفس الوقت بيراعوا أن ولادهم أو النشأ الصغير ده هما الأساس، فبيراعوا ربنا في هذه التربية وبيربوا ولادهم وفقا لقواعد التربية الإيجابية الرشيدة وفقا للأخلاقيات والقيم والمعتقدات بتاعتنا. فأولادنا دول زي البذرة، زي ما أنا هرويها هتطلع. من الواضح أن في مشاكل، وطالما المشاكل ما بين الإخوات نشبت للأسف عشان خاطر المادة، يبقى في قصور وخلل في العلاقات وللأسف منذ الصغر. فاحنا دايما لما في الاوضاع اللي زي كده، لما بنحب نتكلم مع الناس، بنقول في الاول وفي الاخر احنا اللي بيربطنا دم. في الاول وفي الاخر العلاقه اللي ما بيننا هي علاقه ازليه، علاقه موجوده، يعني علاقه موجوده، مفيش اي حاجه تقدر تعوض الاخ عن اخوه، لا فلوس ولا غير فلوس ولا اي حاجه في الدنيا. احنا في الاول وفي الاخر ملناش غير بعض. الواحد لما بيتوجع بيقول اخ، يعني بيقول يعني يا جماعة ازاي بيهون علي اخويا عشان خاطر اي حاجة، مادة او غير مادة، يعني مادة او غير مادة. يا جماعة لازم نرجع لبعض تاني، لازم يا جماعة نفكر في حياتنا، نفكر في علاقاتنا. علاقاتنا فين؟ اخويا فين؟ ظهري فين؟ سندي فين؟ عيلتي؟ ازاي ننسى كل الكلام ده كله عشان خاطر فلوس، عشان خاطر مادة، عشان خاطر اي حاجة؟ يعني ساعات الزوجات حتى بيبقى ليهم دور ان هم بيفسدوا العلاقة ما بين الاخ واخوه،
عشان الست تبقى مسيطرة على الرجل. نفس الكلام يعني يا جماعة، الأخ لا يعوض، الأخ لا يعوض، الأخ ده سندي، الأخ ده ظهري، الأخ ده ملجأي، الأخ ده لما بقى موجوع بروح أفضفض معاه، ده أكتر واحد بيبقى أمين عليا. معقولة أبيع كل هذه العلاقات حتى لو أنا مش سوي؟ مين اللي هيسندني لو أنا وقعت؟ مين اللي هيسندني لو الفلوس اللي أنا بجري وراها دي خلصت دلوقتي؟ مين اللي هيسندني؟ ليه يا جماعة بقينا كده رخاص قوي مع بعض؟ ليه بتهون عليا أي حاجة؟ بتهون عليا مراتي، بيهون عليا بيتي، بيهون عليا أولادي، حتى أخويا بيهون عليا. عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر إيه؟ يعني هل علاقتي بأخويا تسوى عندي كام؟ أنا ببيع هذه العلاقة عشان خاطر شوية فلوس؟ يعني إزاي يا جماعة بتهون علينا نفسنا؟ فين هذه العلاقة؟ يا جماعة لازم نبتدي صفحة جديدة مع بعض. العلاقات الأسرية القوية الممتدة، محدش هينفعك، محدش هينفعك غير أخوك. إزاي نتعلم تقوية العلاقات؟ إن إحنا نرجع لبعض، إن إحنا نقعد مع بعض. فين ضميرنا؟ فين أخلاقنا؟ فين قيمنا؟ هو ديننا بيقول لنا كده؟ ديننا بيقول إن إحنا نختلف عشان خاطر المادة؟ أخسر دمي عشان خاطر المادة؟ هل ديننا بيقول كده؟ يا جماعة لازم نرجع لعقلنا شوية، لازم نرجع لضميرنا شوية. فين ضميرنا؟ فين تربيتنا؟ فين قيمنا؟ فين عاداتنا؟ فين تقاليدنا؟ فين القدوة؟ فين المثل؟ حرام علينا اللي بنعمله في نفسنا. الحالة التانية، الأستاذ محمد للأسف بيكلمني عن العند والعصبية. طبعا احنا عملنا حلقة قبل كده عن العند ما بين الأزواج، وللأسف الزيجة بقى لها 3 سنين، وطبعا في بيت وفي أولاد وفي حياة قائمة، وبرضو هذه السيدة لما أنا سألته هي بتقوم بكل الحقوق الزوجية أو كل الواجبات كما ينبغي أن تكون، بس للأسف العند خاصية في الست الحقيقة، أو لما بتبقى عند حد بتبقى الحقيقة نقطة فاصلة وقاتلة في حياتنا، والحقيقة بتخلي دايما الطرف التاني غير مقبل على التعامل، او غير مقبل على ان هو حتى يبقى موجود او يبقى متواجد. يعني حتى العند لما بنيجي، حتى للأسف لما تبقى الشخصية عنادية والطرف التاني بيوصل لمرحلة من المراحل اللي هو خلاص، يعني انا مش عايز، يعني مش عايز، انا مش طايق، يعني مش طايق، انا مش حابب، يعني مش حابب. الحقيقة حتى العند بيدخل هنا، ان احنا لما بنحب نصلح خلاص العند بيبقى حتى هنا متملك من الشخص. يعني لا، يعني لا، انا مش هتواصل، يعني مش هتواصل. والحقيقة النقطة دي نقطة قاتلة. فالحقيقة انا بوصي الطرف العندي، يا جماعة العند ده بيبقى حاجة سيئة جدا، سيئة جدا لو انا بستخدمها مع شريك حياتي. العند ده انا بعند مع نفسي عشان ابقى كويس، انا بعند مع نفسي عشان ازاي ابقى في صحة كويسة، ازاي ابقى في مستوى كويس، ازاي ابقى بعند مع نفسي عشان اوصل للطموح اللي انا عايزه، للهدف اللي انا عايزه، عشان احقق اللي انا عايزه. مش اعند مع شريك حياتي اللي احنا العلاقة ما بيننا وبين بعض علاقة تكاملية. طيب انا لما بعند من الطرف التاني ايه الفايدة اللي هترجع لي؟ عايز اعمل ايه؟ عايز اسيطر عليه؟ عايز احطه في حتة معينة ما يتحركش منها؟ عايز اخليه دايما في غير المود بتاعه الكويس؟ ان هو يبقى عصبي زيادة عن اللزوم، ان هو يبقى مش طايق البيت، مش طايق يقعد فيه. ليه احنا بنوصل؟ وبعد كده نيجي نقول فطور، نيجي نقول اصل الراجل على طول برا البيت، اصل الراجل سايب البيت، اصل الراجل مش مؤمن بالتزاماته. الله، طب منين يا جماعة احنا بنعمل كده؟ وابسط الحقوق اللي بيطلبها الراجل انه عايز يقعد في بيت هادي، في مرتاح البال. يعني دايما احنا بنقول حتى مش يعني عايزين نلاقي راحتنا في بيوتنا. طيب هذا الرجل او هذا الطرف، طرف العلاقة، لما مش هيلاقي راحته في بيته، طيب انا لما يعمل حاجة الومه ازاي؟ يعني انا لو متخصص وجات لي الحالة دي قدامي الومه ازاي؟ يعني لو هو حب يعمل اي حاجة، يعني بعد الشر علينا وعلى كل الناس اللي بتشوفنا،
لما يحب يعمل اي حاجة يعني انا الومه ازاي؟ طب اصلح له مساره ازاي؟ فالعند يا جماعة دي خاصية سيئة جدا، واسرع حاجة بتهدم البيوت، اسرع حاجة بتهدم البيوت، اسرع وسيلة للفتور، اسرع طريق للطلاق والانفصال الرسمي. ليه عايزين نوصل؟ ليه بنهد بيوتنا؟ ليه بنهد بيوتنا؟ لما بنلاقي الرجل بيصرخ وبيقول يا جماعة يا جماعة يا جماعة، وجه رسالات يعني يا جماعة ليه احنا بنعمل كده؟ لكن انا بقول للزوج شوية تغاضى، اوقات معينة حاول تتكلم. بعض الحالات اللي بيحصل فيها عند هفصل شوية وارجع اتكلم واقول احنا هنا حصلت مشكلة بسبب 1 2 3 4، هذه النقاط بعد ما نهدى شوية نعالج هذا الخلل اللي موجود. مرة في 2 في 3 هنلاقي حالات العند بتقل شوية. لو ما حصلش ان الحالات دي او انا معرفتش بالبديهيات اللي احنا بنقولها نعمل كده، رجاء نلجأ لمتخصص ونقعد معاه عشان هو اللي هيعالج هذا السلوك السلبي داخل هذه السيدة. يا جماعة انا بقول هنا كل اطراف العلاقة، بلاش نعند داخل بيوتنا يا جماعة، لازم نراعي 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 العلاقة الطيبة. احنا قلنا قبل كده ان احنا عايزين نبتدي رحلة اسمها رحلة جبر الخواطر. ازاي اجبر بخاطري او اجبر بخاطر الطرف التاني وانا بعند معاه؟ ازاي ابتدي جبر الخواطر وانا بتعامل مع الطرف التاني بشيء من العصبية؟ ليه يا جماعة احنا بنتعامل مع بعض كده؟ الهدوء يا جماعة، الهدوء دي حياتنا يا جماعة، لازم نحافظ عليها ارجوكم. لازم ننعم بالامان الاسري، الامان الاسري. معنا اتصالات تانية. الو السلام عليكم. استاذ وائل. الله يخليك يا دكتور. استاذ وائل ازاي حضرتك؟ حضرتك اهلا بيك يا فندم، سعيد باتصالك يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك. انا بس كنت عايز اعمل مداخله لمعالي سيادتك في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا في مصر، سمعنا يا دكتور؟ سامع حضرتك يا فندم، اتفضل. احنا في مصر اكبر نسبه طلاق على مستوى العالم كله، وبالسبب اللي احنا بعدنا عن الدين. معايا يا دكتور؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضل. انا يا ريت كنت بخاطب سيادتك يعني لو توجه رساله للناس كلها، اللي يكون في قرب ربنا سبحانه وتعالى، يكون في وتر يومي للزوجه والزوج، يكون في حسن المعامله، نذكر مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف للصحابه، لان احنا بجد دلوقتي في ناس بتبقى متجوزه سنه واثنين وثلاثه وتطلقوا. والطلاق دلوقتي بيقع على الاولاد، وغير على الزوج وعلى الزوجه وعلى الاولاد اللي هم في النص، هم المظلومين، هم اللي شايلين الضحيه. سامعني يا دكتور صح؟ مع حضرتك طبعا يا استاذ وائل طبعا. وفي حته كمان يا دكتور، انا مبسوط جدا على فكره من كلام حضرتك يعني. توجه عليها كمان يا دكتور، ان التكنولوجيا زي ما فيها ايجابيات فيها سلبيات كتير طبعا. ودلوقتي الست قاعده على الفيس، قاعده على النت، قاعده على الواتس، مفيش. خلت اللي الست ترد على الراجل غير الاسلام الاول خالص، خلت الست تعاند، خلت الست تكون عنيده، لها اصحاب السوق واصحاب غير السوق طبعا برضو موجودين. فاحنا عايزين نوجه رساله للسيدات، لان الموضوع دلوقتي يعني يعتبر السيدات عاملين مشاكل كبيره ما كناش نسمع عنها ايام الصحابه ولا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ايام السلف الصالح. تمام. حضرتك معايا يا دكتور؟ مع حضرتك يا فندم طبعا طبعا. انا تمام يا استاذ وائل، ماشي فهمت. طيب انا طبعا بشكر الاستاذ وائل، يعني الاستاذ وائل الواحد حاسس كده ان برضو والله لسه الدنيا بخير، واحنا بخير على فكره يعني، برضو احنا عايزين نبقى مطمئنين احنا بخير يعني. طالما في ناس بتلجا لبعض المختصين عشان يوجهوا رسائل يعني، شوف الاستاذ وائل حتى ما اختصش نفسه بحاجه، هو اختص عموم الناس يعني. والحقيقه انا بشكره يعني، بشكر هذا المتصل الكريم المحترم الاصيل اللي هو حتى صوته كده بينم عن حكمه، ان هو شوف بيقول لي وصي الناس، احنا بنتكلم على نسب طلاق، احنا الاعلى. والحقيقه احنا مش الاعلى يعني، احنا مش الاعلى على مستوى العالم. احنا النسب بتاعتنا قد تكون عاليه، النسب بتاعتنا ممكن تبقى مرتفعه شويه، بس الحقيقه النسب دي بتقل دلوقتي. والحقيقة أنا عايز أقول قواعد عامة الحقيقة لحسن المعاملة، لحسن العشرة. طيب خلينا نقول القواعد دي، بس أستأذنكم ناخد فاصل صغير، أرجوكم ابقوا معنا.
ورجعنا لكم تاني. اهلا بيكم في ادم وحواء. طبعا كان معانا متصل كريم استاذ وائل، والحقيقه انا بحييه تاني للمره الثانيه. وكنا بنقول او دلوقتي هنتكلم على بعض القواعد العامه اللي احنا ارجوكم يعني عايزين نتعامل بيها كلنا. والحقيقه القواعد دي لو احنا راعيناها هي بتؤدي لحسن العشره. اقدر اقول حسن العشرة. عايزين نرجع يا جماعة، يعني نرجع اول حاجة اخلاقياتنا في التعامل، ازاي نتعامل مع بعض، فين الاخلاقيات بتاعتنا، في اخلاقيات للتعامل مع بعض، ازاي نتعامل بمنتهى الحب، بمنتهى الود، بمنتهى الاحترام. ليه ساعات بنبقى يعني في بعض العادات السيئة كده اللي الواحد بيبقى عصبي عمال على بطال؟ ليه عند على طول الخط؟ ليه احنا بنعمل كده؟ يعني ليه احنا بنوصل لهذه المرحلة؟ يعني الحقيقة احنا عايزين نوصل لإيه في الموضوع ده؟ طول فترة الخلاف ليه؟ يعني ليه ما بنصدق ما نزعل مع بعض؟ ليه؟ هل دي من المعاملة الطيبة؟ هل دي من العشرة الطيبة؟ هل ده هيؤدي إلى السكينة داخل البيت، داخل الأسرة؟ هل ده كويس لأولادنا؟ للنشأ الصغير؟ هم دول مش بعد كده هيقلدونا؟ يا جماعة لازم نفوق. التلفظ، ساعات بعض الناس للأسف اللفظ ده ما بيراعيش حرمة البيت، ما بيراعيش الولاد اللي موجودين. ليه احنا بنعمل كده؟ ليه التلفظ ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل الفجوة اللي موجودة ما بيننا؟ عشان كده من ضمن القواعد بنقول الاخلاق، اخلاقياتنا في التعامل، ودي قاعده مهمه جدا لازم نهتم بيها. النقطه الثانيه الحقيقه اللي احنا بنفتقدها في بيوتنا فن اللقاء. يعني وانا داخل بيتنا، يعني انا داخل البيت، فن اللقاء بيني وبين ولادي، بيني وبين زوجتي. طيب الطرف الثاني الزوجه تقابل زوجها ازاي؟ ده فن. فين الابتسامة؟ فين الدعوة اللي احنا بندعيها؟ فين يعني احنا كنا بنشوف زمان الست وجوزها خارج بتدعيله وان ربنا يسر له الحال ويسترها معاه يعني ويوسع في رزقه. احنا بنعمل كده دلوقتي؟ احنا ما بنعملش كده دلوقتي. احنا ما بنعملش، يعني الزوج بيبقى خارج والست نايمة مثلا على سبيل المثال. يعني في بعض التصرفات، لان الحقيقه بعض الناس بتؤخذ علي ان انا على طول الخط بدافع عن الست، فيعني لا، احنا بنتكلم هنا على طرفي العلاقه الحقيقه، عشان يبقى في نوع من انواع التوازن، في نوع من انواع التكامل. عشان كده بنقول الاخلاق، بنقول فن اللقاء. طيب اسمحوا لي قبل ما نكمل النقاط بتاعه القواعد دي ناخد اتصال. معانا اتصال. السلام عليكم. ام محمد معانا؟ ايوه الحمد لله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ام محمد؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. انا باختصار زوجة تانية. تمام. معايا طفل. تمام يا فندم. يعني اللي انا استشعرته من خلال المشاكل اللي حصلت ما بينه وما بين زوجي، انه يعني اكتشف ان المسألة اكبر من امكانياته، اكبر من امكانياته المادية او المعنوية. تمام. فبدأ يختلق مشكلات، بمعنى انه لا يعدل في اي شيء. طبعا على اثر ده انا كنت بصور احيانا، بنصح احيانا تانية، بدأ للتحايل احيانا تالتة على قدر امكانياتي، يعني تمام على قدر ما استطيع. كان يعني احيانا احس بانه بيحاول يقنع نفسه بكلامي لما ألجأ للنصيحة الدينية، وأذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعدل، ربنا سبحانه أوصى بالعدل ما بين الزوجات وهكذا. فكان الرد بمنتهى الإصفار، أنا كده ولو كان معاكي شيء تقدري على شيء اعمليه. تمام. فأنا كنت بصور. المهم بس يعني وصلت الخلافات لانه ترك لي البيت وتركني انا وابني، وحتى رفض يدفع لنا المصاريف واحنا بنعيش انا وابني في شقه ايجار، حتى رفض يبعت لنا الايجار. تمام. انا بسبب
اضطريت اني الجا للمحاكم ورفعت قضيه نفقه ورفعت القايمه بتاعتي كمان قسمه المصروفات الذهبيه. على اثر ده هو بيحاول او بدا يحاول انه يتفادى المشكلات دي وانه يدور على الصلح ولكن من بعيد، بمعنى لما يكون في اعلان رايح له يدور خلاص بقى الاعلان ده يطمنه المحامي من ناحيته يهدى ويبرد. في الفترة الأخيرة يا فندم أنا تعرضت لمشكلة كبيرة، أخي توفي، فهو يعني بصراحة وقف وقفة تحسب له يعني بكل المقاييس. تمام، طبعا أنا حبيت إني أرد له الجميل فما كنتش أقل منه، فكلمته اتصلت بيه قلت له كده بمنتهى الصراحة، أنا بعد اللي حصل لأخويا ولا يهمني لا ذهب ولا فلوس ولا قايمة ولا أي شيء، هسحب الأوراق كلها من عند المحامي ولو عايز تحرقها احرقها، لو عايز تقطعها أقطع، بس كل اللي يهمني إنك تخلص مشكلتك مع المحامي وتحذفه وننهي الموضوع علشان ابننا يعيش ما بيننا. تمام معايا حضرتك؟ مع حضرتك طبعا يا فندم، اتفضلي. تمام. هو ذكر اللي يعني بعض المبررات اللي ملهاش لازمه خالص، يعني كلامي انا مقنع بالنسبه له ولكن هو مش عارف يرد لانه خلاص اتسحب في الطرف الثاني، الطرف المقابل سحبه، بمعنى انه ايه مش سهل انه يتراجع بعد ما اصبح مثلا للزوجه الاولى كله ولاولادها، فصعب عليه انه يتراجع، ده اللي انا حاساه انه مضغوط. تمام، يعني عين في الجنه وعين في النار كما يقولون. طيب بناء على كده يا فندم انا مش عارفه اعمل ايه. انا حاليا المحامي اتصل علي وقال لي اني خلاص خدت حكم بتسليمك المصروفات الذهبيه، يعني الحكم ده نهائي حتى بعد ما هو عمل استئناف برضه الاستئناف بتاعه اترفض وتأيد الحكم ليا انا. طيب انا دلوقتي ما عنديش بدائل، مش عارفه اعمل ايه. لو انا اتخليت عن ده كله هخسر اهلي لانهم عارفين ايه اللي انا قدمته له، ايه اللي انا التنازلات اللي انا ذكرتها له ومع ذلك ما خدش اي خطوه. طب يا فندم دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، خلاص كده انا اكمل في طريقي واقول له يعني ربنا يوفقه مع زوجته الاولى ومع ابنائه وخلاص كده انا خدت نصيبي والحمد لله، بس انا مش عارفه والله. هرد على حضرتك فهم. والله المستعان، شكرا يا فندم، معلش طولت على حضرتك. ألف بشكر حضرتك يا ام محمد، الف الف شكر. شكرا. ام محمد طبعا الحاله طبعا هي للاسف بتبقى حالات ماساويه، الواحد طبعا لما بيسمع الحاجات دي بتبقى حاله ماساويه. طبعا مفيش حاجه اسمها الزوج للاسف بيجي وقت بعد وقت معين بيبقى بعد للأسف ما بيبقى أقبل على الزيجة التانية، بيلاقي نفسه لا مش قادر يسد ما بين الطرفين، وللأسف بيجي على طرف دون الطرف الآخر، والحقيقة ده بينتج عنه مجموعة من المشاكل والكلام ده كله. الحقيقة هنا في إثبات دايما حسن نية من ساعات بيبقى من أحد الطرفين، وطبعا في ولاد وفي إجراءات بتتاخد، و الحقيقة طبعا الزوج هو للأسف زوج مستأنس، هو راح الناحية التانية، والحقيقة أنا شايف إن للأسف يعني ما فيش فايدة، لأن هو عمره يعني من الرواية اللي بتتقال هو ما أثبتش حسن نية في أي حاجة، وهو وقوفه في لحظة معينة ده الحقيقة دي أقل حاجة، يعني ده واجب معين. حالات الوفاة بالذات إحنا دايما بنقف، يعني حتى لو ما نعرفش الناس يعني إحنا بنقف غصب عننا مع أي حد، يعني ده الواجب وده الأصول اللي إحنا بنقول عليها. فالحقيقة يعني أم محمد دي حالة صعبة جدا، مشكلة كبيرة، يعني إجراءاتها هي خدتها. طبعا اي اجراء او اي نصيحة هتتاخد هنا احنا خلاص مشينا في اجراءاتنا واتاخد الاحكام، وهو الزوج طالما مش قادر يبقى دايما للأسف هيفضل طرف عن الطرف الاخر للأسف. يعني
الحالات دي جات لنا كتير وسمعناها كتير وهيفضل طول عمره كده، هيفضل طرف عن الطرف الاخر طالما ليس عنده القدرة ان هو يعدل او يعني زي حتى ما شرعنا بيقول للأسف يعني. طيب القواعد سريعة عشان نقول ان يعني نحسن المعاملة ويبقى فيه عشرة طيبة. احنا قلنا الاخلاق، فن اللقاء، ودي من النقاط المهمة جدا، ازاي نتعود ان احنا نشيل المسؤولية مع بعض، نشيل المسؤولية وليس القاء المسؤولية على طرف دون الاخر، عدم الاهانة يعني المعاملة الطيبة، المعاملة الحسنة، جبر الخواطر يا جماعة ان شاء الله، الطبطبة، عدم الاهانة، ده نقطة مهمة جدا ان احنا دايما ندي كل حاجة حقها، دايما ندي كل حاجة حقها. الست لو عملت حاجة كويسة تؤجر، الست لو عملت حاجة طيبة تشكر، الراجل لو عمل حاجة كويسة الست تعامله معاملة او ترد نفس المعاملة الطيبة بالمثل، وده بيخلينا نوصل او من ضمن القواعد للمعاملة الحسنة. نخلي بالنا كمان من بعض النقاط التانية المهمة جدا اللي احنا بنقول عدم البخل في الكلمات الطيبة ما بين الطرفين. والله ساعات احنا بننصح الناس نقول يعني من غير سبب، بسبب وبدون سبب، ايه المشكلة ان انا دايما اقول الكلمة الطيبة؟ هو حرام شريكة حياتي او شريك حياتي ان انا دايما اقول له كلمة طيبة؟ ده انا لو عايز حاجة من حد وبجري وراه دايما بتعامل معاه معاملة طيبة لحد ما اخد اللي انا عايزه منه. طيب زوجتي اللي هي شايلاني انا وبيتي وعيالي، ونفس الكلام بالنسبة للزوجة للزوج، يعني الزوج لو رجع تعبان ايه المشكلة ان انا اقول له كلمة طيبة؟ الكلمة الطيبة وعدم البخل. الاهتمام يا جماعة، ازاي نهتم ببعض؟ التقدير ده مهم جدا. انتوا عارفين في احصائية بتقول سألوا بعض السيدات ما تتجوزيش خالص ولا تتجوزي واحد ما يقدركيش. كل الناس اجمعت بلا استثناء ان انا ما اتجوزش خالص افضل من ان انا اتجوز حد ما يقدرنيش. شوف قد ايه التقدير مهم جدا، ودي برضو من النقاط المهمة. المبادرة في الاعتذار، ايه المشكلة لو انا غلطان ان انا اعتذر؟ هل ده يقلل من شأني؟ ده بالعكس، الاعتذار دايما بيكبرك في عينين الطرف الاخر. ايه المشكلة ان انا اعمل كده؟ ايه المشكلة ان انا يبقى عندي نوع من انواع الدعابة والمرح في البيت؟ ايه المشكلة؟ الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان بيعمل كده مع اهل بيته، كان دايما بيعمل كده مع اهل بيته. الاهتمام بنظافتك الشخصية، الاهتمام بمظهرك، مش عشان انا خارج، لا، حتى وانا قاعد جوه البيت. انا بتكلم هنا على الطرفين، بتكلم على الزوج وبتكلم على الزوج. الابتعاد عن المقارنات دي مهمة جدا، ان احنا نبتعد عن المقارنات. الحرص في حفظ اسرار البيوت، ودي برضو من النقاط المهمة اللي هي بتبقى سبب من أسباب السعادة الزوجية، اللي احنا لازم نعملها مع القواعد عشان نقدر نقول ان احنا بنتعامل معاملة طيبة، بنتعاشر عشرة كويسة، تقدير كل طرف لجهود الطرف الآخر، ان احنا نقدر بعض ونستحمل بعض. طيب في نهاية الحلقة بحب أقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. إن شاء الله ألقاكم الأسبوع الجاي في حلقة أخرى من برنامج آدم وحواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.